ها ايه رايكم في الامامير؟ امامير؟ امامير يا امامير ايه؟ انت ما بتشوفش العندي وحشه يا بنتي يا بنتي، انتوا قربتوا تتبلوا يا بنتي، حرام عليكم. وبعدين ده البرقوقه دبلت في ايدك يا شيخ، حرام عليكي. اقول لك على حاجه يابا، اقسم بالله انت ما طايقنا، ما طايقنا في قلب الشقه. عارف ليه يابا؟ عشان نفضنا الولا رمانه والولا اسمه مشمش. لا مشمش ده بالذات لازم يترفض، ولاد المعلم برقوق. احنا مش هنتجوز. وانتوا لاقيين اصلا يا بنتي؟ مش المعلم قتل اللي يتقال له لا؟ والفرح هيكون الاسبوع الجاي في السوق، وده اللي انا قلته هناك عشان نغيظ المعلم برقوق وعياله. يابا يابا، ده نايله من بنابيعه احلى منهم بكتير. صح. وبعدين الواد ابو نضاره ده بقه كبير قوي. ايه ده؟ حوش حوش يالا، البت ميه دياب خلاص. يا بنت يا بنت، اتوصلتوا للعمر ارخمه ولازم اجوزكم. يا بنت حرام عليكم. ابا انت مش فاكر ام الله يرحمها يابا؟ فاكر يابا؟ فاكر لما قالت لك البت متولد تتجوز دكتور والبت شفيقه تتجوز مهندس كمبيوتر؟ فاكر يابا؟ هو انتوا لاقيين اصلا مسطره تي ولا كيبورد يبص في وشكم؟ وبعدين ما صدقت حد يشوف صوركم ويرضى يوافق ويقابلكم. ودي له حاجه نمشي معاهم شويه يعني نصرمح. يعني نمشي معاهم مثلا نخرج ونقعدوا نتكلموا مع بعض يعني قيمه شهر كده ولا لا؟ في شهر ولا خروج ولا صرمحه، الفرح الاسبوع الجاي في قلب السوق علشان نغز المعلم برقوق وعياله. الله شكله قوي. تاخدي ده ولا ده؟ اي حد. لا بصي يعني خدي انت ابو كروات، انا ما بحبش الكروات. انا ما عنديش اي مشكله. معلم صحيح، هو انت اسمك اتى ده اسمك الحقيقي ولا ده مثلا فعل ولا مضارع سالم ولا ايه؟ لا ده اسم شهره طبعا. وفي حد اسمه اتى؟ كنت خدت التريقه من هنا للصبح. انا اسمي الحقيقي قلقاسة. سبحان الله يا معلم، والله سبحان الله، قلقاسة دي لايقه على دماغك اكتر من اكتر. والله مناخيره انا شبه الليمونه. المعلم ليمونه والمعلم شبت. بص والاوانس بقى اسمها فعلا شفيقه ومتولي ولا دي اسامي شهره برضه؟ اوانس شفيقه. منور يا معلم. دي اساميهم الحقيقيه، اصل امهم الله يرحمها بقى ولدتهم في السيما في فيلم شفيقه ومتولي. وبعدين يا بنت ميتو، ايه شكل ابوكي كده هيدبسنا في العيال السيس دول. وبعدين نايلو وبلابيعه كانوا احلى، على راي المثل لو وقعتي في عيل سيس كل البنات هتهيص. نايلو وبلابيعه ايه هبله انت يا هبله؟ دول كانت عيال معفنه. الاساتذه بقى شغالين ايه؟ حضرتك يعني يا معلم، انا عندي بازار. لا اله الا الله، بقولك تتجوز عادي عندك بازار. لا اله الا الله. بازار هو انت فاكره مرض؟ لا ده مش مرض حضرتك يعني. بازار لا، ده زي محل كده بنبيع فيه تماثيل وبنبيع فيه ورق برد، بس ما بنبيعش، قاعدين عطلانين يعني. ايوه ايوه العجابي قوي. ايوه. والاستاذ بقى شغال ايه؟ الاستاذ ربنا يكبر بخاطرك يا معلم قلقاسه. ده يا سيدي مش شغال يعني، عاطل. هو عموما بيشتغل معايا في البازار، وظيفته ان هو يكسر التماثيل ويقطع ورق البرد. لا خلاص بقى نجيب له ورق عنب مكان ورق البرد. مره ياكل يعني. قال اقول لي بقى، هو الشقه بقى بتاعتكم نظامها ايه؟ لا شقه ايه، احنا حضرتك ما عندناش شقق خالص. احنا ما عندناش شقق، احنا ما يعني قاعدين في الشوارع ما عندناش شقق. وبعدين يعني دولت مش عايزين شقق عاديه يعني، دول عايزين بقى جبلايه نبنيها لهم كده ويعيشوا بقى ويتنططوا فيها براحتهم. ما عندكوش شقق؟ اه. مش المعلم قتل اللي يغلب في شقه؟ شكلنا هنتدبس يا يالا. خليك معايا يالا، خليك يعني خلاص يعني الشقه ما دام المعلم هيتصرف فيها. حضرتك احنا يعني بالنسبه للشبكه احنا ما عندناش شبكه. وبعدين دول مش عايزين شبكه عاديه يعني، لا دول عايزين بقى اللي هي بتتلبس في الايدين دي، الكلبشات ده اهي، ودي بتبقى تمنها غالي قوي. ما عندكوش شبكه؟ لا. مش المعلم قتل اللي يغلب في الشبكه؟ وبعدين يلا احنا كده شكلنا هنروح في ال ها؟ طب هنمشي من هنا ازاي دول؟ مش عارف،
بس لازم نتصرف. خش عليهم. مش. طب يا معلم، بما ان احنا ما عندناش شقه ولا عندنا شبكه، وحضرتك قلت هتحل موضوع الشقه والشبكه، معناش حتى نصرف عليهم لان ما عندناش شغل يعني حضرتك، يعني هيبقى ايه الحل يعني؟ يبقى الفرح الاسبوع الجاي. وبعدين يا رفيق بيه هنعمل ايه؟ الفرح دلوقتي بكرة، والراجل مصر على الفرح ومجهز لنا كمان زفة بحنطور. والنبي يا دولا نروح يا دولا، والنبي انا نفسي اركب الحنطور قوي يا دولا. بس بالبنية وفي حنطور وشك، انا مش ناقصك. انا دي بالنسبة لها تبقى فضيحة كبيرة جدا، ده انا مراتي ممكن تضحي بيا في العيد. يا جماعة انتم مكبرين الموضوع ليه؟ ما تروحوش الفرح، وكرسي في الكلوب وفص ملح وداب، فين المشكلة؟ مشكلة ايه؟ الراجل عارف عننا كل حاجة، عارف عنوان البازار ده، عارف حتى مقاسات جزمنا. انتوا اتجننتوا؟ انتوا ازاي تديله مقاسات جزمكم؟ الجزمة ده هو اللي اداله المقاسات. الله يخرب بيت المعلم قد، على المعلم برقوق، على المعلم رمان، على كل الفاكهة. رد يا عم بقى على التليفون بقى بتاعك. يا ابني مش تليفوني، وانا هشغل الرنة الهبلة دي. المعلم قتل، المعلم قتل دول. رد عليه. ولا لا فهمه يلا، ان احنا تجار اثار، ان احنا تجار مخدرات، تجار سلاح يلا. دول. ماليش دعوه. دولا يا معلم قتل، بتكلمني ليه على التليفون الشخصي بتاعي؟ ها فرح انت يا معلم قتل؟ يلا مفكر بناتك دولت يتعمل لهم افراح؟ دول اخرهم يتعمل لهم صوان على المقابر. يا اوعى تعلي صوتك، انا بحذرك اهو، احنا ما بنخافش. يا اما قسما بالله اجي اخد منك يا معلم قد قطمه. بس انا لحمي مر. يا يا عم على نفسك، لحمك مر. بقولك ما تزعقش، انت ما تعرفش رمز ابو الرماميس. انا يالا اكبر تاجر خضار في السوق. طب ما احنا اكبر تجار اثار مهربه في السوق. عبيط يالا، انت بتسلم نفسك تسليم عالي. اوعى تشتم، انا بقولك اهو اوعى. ها حسك عينك، انت ما تعرفنيش. يا اما هاجي والله اعملك سلطه كده واخرطك في السلطه. اقول لك ومن غير سلام عليكم. السلام عليكم. انت عارف يا واد ان انا ممكن اعملك فروض صلاح؟ مش خايف؟ خايف. عايزين ايه؟ مو مسكينك كده ليه يا رمز؟ براحته. ايه بس في ايه؟ مؤاخذه يا هوانم، احنا جايين ناخد امانه من هنا ونمشي على طول. امانه؟ هما ماسكينك من قفاك ليه يا رمزي؟ ما تنطق انت ياض. فين ابن عمك ياض؟ بدل ما اعمل معاك زي ما عملوا في فريد شوقي في فيلم السوق وحطوه في التلفزيون. لا 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 حضرتك، يعني انا قفلت حضرتك يا معلم انت، انا هقول على كل حاجه. خد يا ده انت، خد انت اللي دول بسرعه يلا من جوه يلا. حرامي جزم، حرامي جزم، حرامي جزم، حرامي جزم. اهو اهو الواد ده، هاتوا الراجل ده من ايه يا راجل انت؟ ايه في ايه؟ دي الاصول اللي انت بتتكلم عليها؟ في حد يخش البيت كده بدون استئذان؟ يا اخي خلي عندك شويه دم، وبعدين عايز اعادل ابني في ايه؟ يا مرات عمي ما احنا خبطنا يا مرات عمي. يا ابويا لا، وهنتكلم بقى في الاصول. فالراجل ده وابنك يا هانم متجوزين بناتي ومزوغين. يا نهار اسود. يعني ايه؟ يعني ايه؟ انا جوز بنتي هتجوز غير بنتي؟ بس بغير انا ادغدغك 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 يا معلم بطه. بقول لكم ايه؟ ادي الدعوه علشان نخلص خالص، فيها صوره عود الكرات ده وبناتي وعادل ده. ايه بس؟ قطعها
الفرح. ايه ده يا ماما؟ فعلا في عروسه وعريس، والعروسه اسمها متولي أتا. يعني لو خلفوا بنتي سموها خياره. يعني انت خدت بالك من أتا وما خدتيش بالك ان اسمها متولي؟ متولي متولي متولي. ماما كده يا عادل، كده يا عادل تخوني وتتجوز عليا متولي. يا عادل متولي يا عادل. رانيا هفهمك بس يا رانيا، اصل الموضوع فيه سوء فهم، وخصوصا بعد ما قابلت يعني المعلم قطه. ايه ده هتفهمها لسه؟ مفيش هتفهمها. لا وانتوا فاكرين ان انتوا الاثنين هتعملوا عليها رباطيه؟ ده انتوا بتخشوش ذمتي بربع كيلو طماطم جملي معفاصه. الله، ده انتوا اخركم جزء بغال مش جزء ارسال. حضرتك انا قاعد ساكت من الصبح وما اتكلمتش، ومش متجوز زي دول يا ابن عمي. يعني ممكن اتجوز المعلم برقوق كمان لو حبيت. حضرتك يعني بس افهمك، هو مش متجوز، انا متجوز، وزي ما انت شايف كده ده يعني مسؤول عن ست ستات والبتاع ده. يعني حضرتك يعني معلش، انا اسف، انا اسف. لا مش المعلم أتا اللي ياخد حد من مراته. صح، انا هاخد منك اغلى حاجه في حياتك. ايه؟ لا لا، ضرت عينك. لا القرة المجنونه. لا 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 لا، انا هاخد رمز ابن عمك واسيبك من الست ستات دول. مش موافقين؟ موافقين. خدوا يلا يا رانيا. دول انت ايه؟ خدوا يلا يا رانيا. انت مش هتنقصني يا دول. يلا يا رمزي. يلا رجاله. يلا يلا رجاله.